ازاي هذا المؤتمر. أشكر انضمامكم لهذا المؤتمر الصحفي اليوم لاختتام زيارة المقرر الخاص إلى لبنان. إذا كنتم تنضمون إلينا عبر الإنترنت أو في هذه القاعة، ستجدون خيار المتابعة باللغتين الإنجليزية والعربية. سيوجز المقرر الخاص بعض الوسائل الإعلامية بشكل خاص عند نهاية المؤتمر، كما سيسعده الإجابة على بعض الأسئلة عبر هذه المنصة بعد أن يختتم حديثه. سيد دوشاتر، الكلمة لك. مسيو دوشاتر، the floor is yours. مجددا أهلا بكم جميعا، وشكرا لحضور هذا المؤتمر الصحفي. لقد عينني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كمقرر خاص حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان لاستطلاع أحوال الفقر في العالم، وأن أفعل ذلك من خلال زيارات قطرية ودولية كما كنت أفعل الآن في لبنان منذ أسبوعين. لقد دعتني حكومة لبنان للإصغاء وللمشاهدة والمراقبة. أحياناً ينظر إلينا على أننا عيون وأذان الأسرة الدولية، ودوري هو في العودة بتقرير إلى الحكومة وإلى الأسرة الدولية حول وضع الفقر وحول ما يمكن فعله فيما يتعلق بهذا الوضع لإيجاد علاجات له. لقد استفدت في هذه الزيارة من مستوى عال من التعاون من ناحية الحكومة اللبنانية، وأنا ممتن جدا لوزارة الخارجية اللبنانية ولكل الفاعلين الذين التقيتهم على تعاونهم المفيد. لقد التقيت تسع وزراء، التقيت برئيس الوزراء السيد ميقاتي، وأنا ممتن للجميع كونهم وافقوا على الدخول في هذا الحوار معي. هذا الوضع الذي يواجهه لبنان حاليا غير مسبوق، فالبلد يواجه أربع أزمات تتلاقى. بداية، هناك الأزمة المنبثقة عن وصول اللاجئين السوريين منذ العام 2011، حوالي 1.5 مليون من اللاجئين بما فيهم 800,000 مسجلين قبل 2015 من قبل المفوضية العليا للاجئين، و 88% منهم يعيشون في الفقر المدقع على الرغم من الدعم الذي تقدمه المفوضية لهم بشكل مساعدة نقدية 800,000 ليرة لبنانية للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى 300,000 لكل فرد من العائلة، ل 75% أو 80% من الأسر الذين يعيشون في بؤس. بالنسبة إلى العام 2021، لم تكن الأمور مناسبة لكي يتمكن المانحون من إعطاء الأموال المناسبة، ولقد تلقت المفوضية 260 مليون لهذه السنة فقط. الأزمة الثانية هي نتيجة تدهور العملة اللبنانية، الليرة اللبنانية، كنتيجة لتدهور العملات الصعبة منذ العام 2011، بالإضافة إلى عجز في ميزان التجاري، وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 40%، وأدى ذلك إلى افتقار عام للشعب اللبناني، وبخاصة بالنسبة إلى الذين يتلقون فقط الأجور بالليرة اللبنانية، وكنتيجة لذلك لم يتمكن الأولاد من الذهاب إلى المدرسة وبدأوا العمل مبكرا، وزادت معدلات الزيجات للقاصرات، وقد زاد هذا المعدل كثيرا في العام 2020، وهناك كثر ممن لم يتمكنون من دخول المدارس. وأيضا جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على البلاد، وكنتيجة لذلك معدلات التسلب من المدارس زادت كثيرا، وكثير من الأطفال ما عادوا قادرين على متابعة الدروس عبر الإنترنت لغياب الكهرباء ولغياب قدرتهم على الوصول إلى الإنترنت، وإقفال المدارس أثر كثيرا على إمكانيات الوصول إلى التعليم. وأخيرا، تراكمات انفجار بيروت، وهذا ما جعل العديدين مشردين، وهناك 70,000 شخص فقدوا وظائفهم. هذه أزمات مهمة، والحكومة تواجه صعوبات غير مسبوقة، ولكن خلف هذه الأزمات الأربع هناك أزمة أخرى ويجب تسطيرها، ألا وهي أزمة الثقة.
الناس ما عادوا يؤمنون أن الدولة قادرة أو راغبة بمساعدتهم على خوض هذا الوضع الذي لا سابق له والذي يواجهه السكان. وعندما أخبرت كثيرين عن مهمتي هنا، عندما تحدثت إلى العائلات الفقيرة في برج حمود وفي طرابلس وفي بعلبك، غالباً ما كانوا يجيبون: ما في دولة، ليس هناك من دولة، الدولة غائبة، لقد خسروا ثقتهم بالدولة والحكومة في تأمين استجابة لهم. ولذلك فإن السؤال اليوم هو بداية: كيف يمكننا أن نحمي هؤلاء المعرضين للخطر؟ والسؤال الثاني: كيف يمكننا أن نستعيد الثقة بقدرات الحكومة على الاستجابة؟ سوف أجيب عن هذين السؤالين. بداية: من هي الفئات الأكثر حرماناً؟ سوف أبدأ بمكتومي القيد في هذه الدولة والذين لم يتمكنوا من أن يتسجلوا وليس لديهم وضع قانوني في هذا البلد، لا يمكنهم أن يسجلوا أبناءهم لكي يضمنوا وصولهم إلى العمالة أو إلى التعليم. وهذه هي المجموعة الأولى المعرضة للخطر والتي تأثرت أكثر من غيرها في هذه الظروف. المجموعة الثانية مؤلفة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين. اللاجئون السوريون 1.5 مليون عددهم، نادراً ما يتمتعون بإقامة، 60% أو 16% لديهم الإقامة، وقلة منهم قادرون على الحصول على رخصة للعمل في الزراعة وفي عمالة التنظيف وفي قطاعات أخرى كقطاعات البناء، وغالباً ما يلجأون إلى العمل غير الرسمي ويعتمدون على الدعم الإنساني. ومنذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية منذ سنتين، زاد التنافس على الوظائف مع اللبنانيين. مفهوم كبش المحرقة أصبح هو السائد، وهناك العديد من العائلات التي تشتكي أن المفوضية تعامل اللاجئين السوريين بشكل أفضل مما تفعل الحكومة اللبنانية للبنانيين، ورأيت ذلك في مستويات مختلفة. التمييز أيضا ضد اللاجئين السوريين قد ازداد، ولكن من المهم أن نلحظ أنه حاليا هناك العديد من القطاعات التي ليس فيها موظفين كافين، لأن الأطباء والمهندسين يغادرون البلاد بأعداد هائلة. وبرأيي من المبرر زيادة إمكانية حصول اللاجئين السوريين على الوظائف، فالعودة إلى سوريا بقرار منهم ليس قراراً تدفعه الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه المجموعات في لبنان. الحصول على ربما مهارات أكثر في العمل سوف يساعد هؤلاء الأولاد، هؤلاء الأشخاص في عودتهم إلى سوريا والحصول على وظائف هناك، ولذلك يجب ضمان حقوق الإنسان من دون أي تمييز لهم. لقد ذكرت أيضا اللاجئين الفلسطينيين، فحوالي 280,000 هم في البلاد، مع أن الأرقام يصعب تقديرها بدقة في هذا الإطار. هؤلاء اللاجئون مستثنون من الكثير من الوظائف على الرغم من النصف الدماغي الذي يواجهه البلد، يعيشون في أوضاع يائسة، وحتى عندما يعملون في القطاع النظامي يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 23.5% من معاشاتهم وأجورهم، ولكنهم في المقابل لا يتلقون الكثير من العلاوات، يتلقون تعويض نهاية الخدمة، وما زالت تتم معاملتهم كعمال أجانب. أتينا من بلد ليس فيه للبنان معهم اتفاق معاملة بالمثل، وهذا يدور أو يحصل منذ 3 أجيال. المجموعة الثالثة التي أريد أن أذكرها هي العمال اللاجئين. هناك 200,000 من العاملين المنزليين والعمال اللاجئين في هذا البلد، وغالبا ما ينضمون تحت نظام الكفالة، وهذا ما يربطهم بموظف أو بصاحب عمل واحد، وهذا ما يؤدي إلى الاستغلال وسوء المعاملة ومصادرة جوازات سفرهم وعدم دفع أجورهم ومعاشاتهم، بالإضافة إلى التحرش وسوء المعاملة الجسدية. يسرني أن وزير العمل الذي التقيته
السيد بيرم قد التزم بالانتقال نحو العقد الموحد المنقح، وذلك من أجل تحسين حماية العمال المنزليين والعمال الأجانب تحت هذا العقد. وأود أن أذكر النساء في هذا المقام. النساء لا يحصلن على أجور كافية، وهن يساهمن بخمس ساعات من العمل غير المأجور ضمن المنزل، وهن لا يحصلن على معاشات كافية وأجور كافية، ومعاشاتهن لا تكفي. النساء يواجهن اليوم سوء المعاملة في المنزل. لقد رأينا زيادة معدل العنف المنزلي مع زيادة الفقر، وهن لا يجرؤن أيضا على ترك وظائفهن كنتيجة للخوف النابع من الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أنهن يتعرضن للتمييز والتحرش. فالدولة بحاجة إلى زيادة إمكانية وصول النساء إلى سوق العمل وتحسين الأجور. وأخيراً أود أن أذكر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقد التقيت عدداً منهم خلال زيارتي. حوالي 75% من هؤلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل لا يجدون العمل بسبب التمييز، وللأسف القانون الذي يفترض به أن يحميهم، القانون 220 للعام 2000، ما زال غير مطبق بالكامل. ثانياً أود أن أتطرق إلى مسألة استعادة الثقة في الدولة، وهنا أود أن أبدأ بالقول إن النظام السياسي يفترض به أن يستعيد هيبته، وهذا صحيح بالنسبة إلى النظام المصرفي الذي كان مسؤولاً عن تدهور الليرة اللبنانية وبالتالي إفقار الشعب اللبناني. في 2014 ووفقاً لدراسة نشرت في وقتها، 43% من موجودات البنوك أو المصارف التجارية كانت تستحوذها سوسو أشخاص من النخبة السياسية، وكان هناك الكثير من المصارف التي كانت فيها الأصول مملوكة من أسر لبنانية قليلة، ولذلك تقول صحف عن لبنان بأنها أصبحت حكم المصارف. وأعتقد أننا نحتاج إلى أن نعالج هذه التضارب في المصالح بين القطاع الأعمال والقطاع السياسي، وإلا لبنان سوف يصبح دولة ريعية، أي دولة تم استحواذها من قبل المصالح الاقتصادية لتعزيز سيطرة وتحكم السياسيين. وفي هذا الإطار التقيت بالقاضي جورج عطيه، وهو يترأس التفتيش المركزي، واعتقد بأن عمل التفتيش المركزي يمكن أن يدعم مزيدا ويقوى مزيدا، خاصة في تطبيق سياسة لبنان المناهضة للفساد. ثانياً أود أن أعلق على النفاذ إلى الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني في لبنان. ليس هناك فعلياً من دولة الرعاية. طبعاً لدينا برامج لتقديم النقد، وهو برنامج مكافحة الفقر الذي أطلق في 2011، والذي يقدم للأسر 126 دولاراً شهرياً. كذلك أقرت الحكومة أو توسيع هذا البرنامج ليطال 75,000 أسرة، ولكن ذلك لن يغطي إلا 10 السكان اللبنانيين، رغم أن الإفقار معمم على كافة الفئات الاجتماعية في لبنان. ولذلك فالحكومة الآن التزمت بالبناء على هذا البرنامج لتطوير شبكة الحماية الطارئة مع البنك الدولي، مع تغطية للبنك الدولي ل 176,000 أسرة، والبطاقة وكما اعتمدت بطاقة تموينية بتمويل 556 مليون دولار. كل هذه الجهود هي مهمة، ولكن لا تغني عن
أنظمة حماية اجتماعية صلبة تحمي المجتمع من الفقر. والسبب الأول هو أن هذه البرامج ليست حسنة الاستهداف. اجتمعت بالكثير من الأسر التي لا تستفيد من برنامج مكافحة الفقر الـ NTPT الذي صدر في 2011 لأنها لم تعرف كيف تتسجل في هذا البرنامج أو لأنها لا تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج. كذلك في بعض الأحيان لا تتثق هذه الأسر بالتسجيل أو بالاستفادة لأنها تعتقد بأن الاستفادة من هذا البرنامج مرتبطة بالوسائط السياسية. وبالنسبة إلى منصة إمباكت واستخدامها لتسجيل هؤلاء الأشخاص ذلك جيد، ولكن أخاف من أن إذا كانت سوف يتم تسجيل هذه الأسر عبر الإنترنت عبر منصة إمباكت سوف تستثنى الأسر التي لم تنفد إليها للكهرباء أو للإنترنت والإلى آخره إذا التزمت تسمح لهم بالتسجيل عبر هذه المنصة. المشكلة التالية هي الأهم، فلبنان لا يمكن أن يستمر في الاعتماد في برنامجه الحماية الاجتماعية على أموال الجهات المالية. طبعا أن الأسر الأسرة الدولية تتعاطف كثيرا مع لبنان، والكثير من الأشخاص قالوا لي بأنهم أصدقاء لبنان ويودون أن يساعدوا لبنان، وأنا أعرف لماذا. وقد سعدت بأن أسمع من الحكومة أن هناك توافق آراء حول وضع الحكومة اللبنانية في حوارها مع صندوق النقد الدولي، وأن خسارة القطاع المصرفي لابد أن تتم توزيعها على المودعين، على كبار المودعين وعلى حاملي الأسهم في هذه المصارف ولا على المودعين الصغار. وهذه أنباء جيدة، هذا ما نقله إلي الوزير يوسف خليل وزير المال ووزير الاقتصاد السيد أمين سلام، وما سمعت وأيضا من حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامه. كل هؤلاء الفرقاء هم جزءهم على فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأنا أعتقد أو متفائل بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية. لكن مهما كانت المساعدة الإنسانية ومهما كانت المساعدة تقدمها الأسرة الدولية ومهما كانت الدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان، لن يكون ذلك كافياً ولن يكون ذلك بديلاً عن تمويل الموارد المحلية لتطبيق استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. لن يحقق ذلك فعلا، فإن لبنان هو من بين الدول التي تعاني أكثر من غيرها من عدم التوازن، فإن 10% من الأسرى يملكون 70% أو 80% من الأصول اللبنانية. ولكن لبنان ولكن نظام الضريبي هو تراجعي، ف 40% من مردود ومداخيل الدولة يأتي من القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. كذلك ليس هناك من ضريبة على الثراء وليس على وأيضا على الإرث أو الانتقال، وليس هناك من خطط تفرض الضرائب التصاعدية. ولذلك فإن النظام الضريبي ليس طبعاً كما يلزم، ولذلك فإن المساحة الضريبية التي تسمح بإيجاد الموارد لتعزيز الحماية الاجتماعية ليست موجودة في لبنان، ولذلك التوصية الأساسية هي بتغيير هذا النظام. ثالثاً، بحثنا في نقاشنا مع الحكومة اللبنانية على مسألة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ الآن 675,000 ليرة لبنانية شهرياً، وطبعا هذا المبلغ زهيد جدا ولا يترافق أو لا يرافق غلاء المعيشة التي حصلت في لبنان، وأن الحد الأدنى للأجور عدل أخيرا في 2017. وقد سعدت لأسمع من وزير العمل السيد مصطفى درهم أن
لجنة المؤشر سوف ترفع هذا الحد الأدنى هذا للأجور قريبا. رابعا وأخيرا سعدت بلقائي مع وزير الطاقة سيد وليد فياض، وبحثنا في هذا الإطار التحديات المتمثلة في تقديم وتزويد الشعب اللبناني بالكهرباء. واليوم مؤسسة كهرباء لبنان غير فعالة بالكامل، حتى أنها لا تعمل وحتى لو عملت بطاقتها القصوى لا تغطي إلا 60% أو 63% من حاجات الحشد الوطنية، ولذلك لابد من الإصلاحات. ولكن تحدثنا أيضا في مسألتين مع الوزير فياض. أولا متعلق بالتعرفة الاجتماعية التي لابد من إدخالها واعتمادها في لبنان جنب إلى جنب مع الخصخصة، وزيادة التعريفات لكي يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان من تفادي خسارات إضافية ومن حد من الخسارة. كذلك تحدثنا في إقامة السلطة الناظمة للكهرباء التي كان من المفروض أن تقام منذ 20 عاما، وقد التزم الوزير فياض باعتماد هذه السلطة وبإقرارها، وهي حاجة أساسية لمراقبة تلزيمات الخدمات الكهربائية للشركات الخاصة. وسوف أختم عند هذا الحد. هذه التوصيات الأساسية التي قدمتها للحكومة اللبنانية. طبعا سوف نستمر في حوارنا مع الحكومة اللبنانية، وسوف أقدم التقرير الأخير في حزيران 2022. أكرر شكري للحكومة اللبنانية لتيسير هذه الزيارة. إن هذا البلد لبنان يمر بامتحان صعب جدا، ويواجه فيه الشعب فعلا تحديات غير مسبوقة والإفقار منتشر. رأيت أمورا في لبنان لم أظن بحياتي أنني سوف أراها في دولة متوسطة الدخل، وهناك الكثير من الأمل موضوع في حكومة الرئيس ميقاتي حاليا. وأعتقد أنه لا يجب أن نخيب ظن اللبنانيين، لأن هذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة، ودولة لبنان ليست دولة فاشلة حتى الآن، ولكنها على هذا الدرب سائرة. ولم تتم أعتقد أن الحكومة قد تمكنت حتى الآن من تطمين الشعب. وشكرا. شكرا سيد الشتر. أود أن أذكركم بسرعة بأن تقرير موضوع الآن عبر الإنترنت، وسوف نوزعه عليكم باللغة الإنجليزية والعربية. أعتقد أنكم أرسلتوا إلينا بعنوانكم الإلكترونية، نرسل التقرير إليكم، تقرير نهاية البعثة. نفتح الباب الآن إلى الأسئلة، رجاء أن تقدموا أنفسكم. البيان الختامي والتقرير الختامي لهذه الزيارة سوف يتم نشره على الويب سايت التابع للمقرر الخاص، وأيضا نحن رح نتكفل أنه نبعثكم إياه على الإيميل أدرسز التي تنيها. رح ناخذ هلأ بعد نفتح المجال لبعض الأسئلة. بتمنى أنه تعرفوا عن نفسكم قبل ما تطرحوا السؤال. شكرا. بذكر كمان انه رح نقدر ناخذ الاسئله اونلاين via the chat box. So we remind also everybody who is following us online that there will be a chance to ask questions via the chat. نذكركم بانكم يمكنكم طرح الاسئله لمن يتبعنا عبر الانترنت على صندوق الدردشه. زينة خضر من الجزيره انجلش. أود أن أتحدث عن المصالح بين القطاع المصرفي والسياسي. تحدثت عن ذلك وعن ضرائب غير المنصفة، وكيف أنه لا يتم وضع الضرائب أو تكليف الأكثر ثراء. فسر لنا سيدي ما علينا أن نقوم به من قبل السياسيين الذين لطالما طبقوا هذه السياسة، ولديك أمل بأن يتغير أي شيء في لبنان؟ شكرا على هذه الأسئلة. ليس للحكومة أي خيار،
لأنها لا يمكنها أن تعتمد إلى ما لا نهاية على المنح الدولية. كذلك فإن المانحين الدوليين والجهات المانحة الدولية تعبت من انتظار الإصلاحات. لدينا استراتيجيات، لدينا خطط عمل، لدينا التزامات تمت، ولكن الإصلاحات لم تحدث بعد ولم تعتمد بعد لكي تقنع الأسرة الدولية بأن لبنان تدريجياً سوف ينتقل إلى وضع أكثر استدامة يمكن فيه للسياسات الحكومية أن تمول البلد. لا يمكن الحكومة أن تعتمد على طلب المال من الأسرة الدولية ولا استجداء المال. التقيت مع وزير المالية كما قلت سيد يوسف خليل، وقد تفهم كثيرا موضوع الضرائب والنظام الضريبي، وعلي أن أقول بأن أيضا جمع الضرائب الغير فعال، ف40% فقط من الضرائب يتم جمعها في لبنان. ليس هناك تدابير جيدة لمكافحة that could do much more in support of the population if only there were more political will and if that were seen as a priority for the country. So الفقر، أنا آمل بأن هذه التدابير ستتخذ، وذلك لماذا؟ لأن ليس هناك من خيار إلا في تحسين الأمور. شكرا سيد شتر. هناك بعض النسخ لتقرير هذه المهمة والموجز الصحفي سوف يتم توزيعها، ويمكنكم الاطلاع على النسخ. We are distributing now copies from the end of mission. التقرير الختامي والبيان الصحفي لهذه الزيارة زميلة مركز الأمم المتحدة للإنفورميشن للمعلومات عم بتساعدني إنه نوزعهم. أوكي، بعد في أسئلة بليز من القاعة. شكرا. وائل طالب لريون توداي نيوز بيبر. هل تحدثت مع الوزراء حول الانتخابات المقبلة؟ هل أعطوك ضمانات بأن الانتخابات سوف تحصل؟ لا، لم أتحدث عن الأمر معهم. شكرا. شكرا. Are there any online questions? إذن لكي نتمكن من الاستماع إلى الأسئلة عبر الإنترنت ومن الصالة، يمكننا أن نستقبل سؤالاً آخر من الصالة. ما الفرق بالنسبة إليك بين الدولة الفاشلة أو الدولة التي هي على وشك الفشل، وفي أي مرحلة يمكنك أن تعتبر أن لبنان دولة فاشلة؟ الحكومة اليوم غير قادرة على العمل بشكل جيد وبشكل كبير، لأن مجلس الوزراء لم يتمكن من الالتئام خلال الأسبوع الماضي لأسباب تدركونها جميعكم، وذلك متعلق بالتحقيق مع القاضي بيطار أو في مسألة القاضي بيطار حول انفجار بيروت، بالإضافة إلى المشكلة مع دول الخليج. هذا لا يسهل الأمور أبداً، و من أجل غايات عملية هذه الحكومة هي بمثابة حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة والحاسمة، إلا أن الوضع ملح، ومع أن رئيس الوزراء ميقاتي الذي التقيته وناقشت ذلك معه قال في بيانه الوزاري في 16 سبتمبر أن البلد يواجه أزمة غير مسبوقة، لم يكن لدي هذا الانطباع بأن مستوى الإلحاح واضح لدى الحكومة اللبنانية. إنها حكومة الفرصة الأخيرة، حتى قبل الانتخابات وحتى قبل إقفال أو اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن لم تبدأ الإصلاحات للحال مع هذه الحكومة
إذن الجواب هو نعم، ربما نحن نخذل لبنان، وربما نحن ندفع لبنان ليصبح دولة فاشلة. الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي خسرت قدرتها على دعم مواطنيها في أوقات الأزمات. لبنان لديه هذه القدرة، وما زال لديه هذه القدرة. الموارد البشرية في هذا البلد مذهلة، مستوى التعليم مرتفع جدا في هذا البلد، الموارد موجودة لو تمت تعبئتها من أجل المصلحة العامة. ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يغادرون البلد. فرض الضرائب لا يستهدف الأثرياء ولا يتم تعبئة الموارد من أجل السكان. لذلك ليست دولة فاشلة، أنها دولة لا تعرف كيف تواجه مواطنيها. شكرا سيد شوتر. وهناك سؤال أخير، عاطف بعلبكي. في حال سيدي الكريم، في حال لا في حكومة ولا انتخابات نيابية ولا انتخابات رئاسية، كيف تتعامل الأمم المتحدة مع هذا الواقع المفروض علينا؟ Thank you for your question. I am not representing the position. لا أمثل موقف منظومة الأمم المتحدة ككل. أنا تم تعييني من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوضع تقريرا حول حال الفقر في البلد، ولذلك لم نتطرق إلى مسألة الرزنامة الانتخابية، مع أنني أعرف أنها مسألة مهمة جدا بالنسبة إلى وسائل الإعلام، ولكن هذا لم يكن تحت تفويضي. شكرا. هل من أسئلة أخرى من الغرفة؟ جوال حجموسة from الحرة. تحدثت إلى مسؤولين في الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء، وقد أشرت إلى أنك تلقيت وعودا منهم بأنهم سيقومون بالإصلاحات اللازمة في القطاع المصرفي والضريبي وما إلى ذلك. كلها وعود، ولكن حتى الساعة الحكومة لا تجتمع بسبب مشكلة داخلية أثارها تصريح أحد الوزراء. نرى أن هناك شلل كامل في كافة القطاعات. ماذا قدموا غير الوعود إلى الأمم المتحدة لكي تصدق الدول المانحة أن لبنان فعلا سيقوم بهذه الإصلاحات؟ Thank you for this question. شكرا على هذا السؤال. لم يقدموا إلا الوعود، وهذا بالضبط السبب الذي يدفعنا نبدأ بالعمل من الوعود نحو التغيير الفعال، من خطط عمل وطنية واستراتيجية إلى إصلاحات فعلية. وأكرر، لا يجب أن ننتظر الانتخابات، ولا يجب أن ننتظر نهاية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن صبر المانحين بدأ ينفذ. ولقد تحدثت إلى مانحين كانوا صريحين معي وقالوا لي أنهم محبطون من قلة الإصلاحات. لذلك أعرف أنها حكومة حديثة الولادة، أعرف أنها تواجه العديد من الأزمات، وأعرف أن الحكومة لا تعمل كما يجب ولا تجتمع. ولذلك رئيس الوزراء ميقاتي يفترض به أن يقوم بما يجب أن يفعله وأن يمضي قدما بهذه الإصلاحات. شكرا. هناك سؤال كان في صندوق الدردشة عبر الإنترنت. سيد شوتر، كيف يمكن للأسرة الدولية أن تتوقع إصلاحات من المجموعات السياسية والأشخاص أنفسهم الذين كانوا سبب الأزمة بسبب الفساد وعدم الرغبة بالتغيير؟ ألم يحن الوقت لتضعوا آمالكم في مكان آخر؟ أنا لن أقول أنه سؤال مشحون سياسياً أو سؤال فخ، ولكنه يبدو كذلك. أنا أعتبر أن حس الإلحاح يزداد الآن، وهؤلاء الذين يقومون بعملهم الآن يفترض بهم أن يتطلعوا إلى أبعد من انتخابات 27 من آذار أو من مايو، ويفترض بهم أن يطرحوا الأسئلة التالية: كيف سوف يحكمون على أفعالهم اليوم عن في هذا الوقت الذي يكون فيه البلد على مفترق طرق؟ لقد بات البلد معتمد على دعم المانحين من أجل تطبيق الإصلاحات في مجالات مختلفة، من أجل إعادة
أعمار المناطق التي أضر بها انفجار بيروت ومجالات الحماية الاجتماعية، وهذا ليس مستداما، لا يمكن الاستمرار بذلك على مدى سنوات. وأنا أعتقد أن الحكومة يفترض بها أن تضع أولويات للإصلاحات. وغالبا عندما سألت عن نوايا الحكومة حصلت على نوعين من الإجابات، فبعضهم تحدثوا عن حاجاتهم إلى مزيد من الدعم الدولي، وآخرون تحدثوا عن اللاجئين السوريين وأنهم هم من يفترض أن يتحملوا اللوم عن هذه الأزمة. إن هذا مقلق، لقد سمعت ذلك في لبنان من الناس ومن السياسيين، بأن هناك أنهم يعتبرون اللاجئين السوريين كبش محرقة، يتم لوم اللاجئين السوريين حول الوضع في البلد، ولكن هذا ليس مخرجا من الأزمة. لا يمكننا أن نضع فقط اللوم على اللاجئين، ويفترض بالحكومة على أن تنظر إلى ما يمكن أن تفعله للناس. أردت أن أذكر أن هذا السؤال طرحه المركز اللبناني للدراسات السياسية. شكرا على متابعتنا عبر الإنترنت. وسؤال آخر عبر الإنترنت أيضا، ولكن أود أن أرى إن كان هناك أسئلة أخرى من القاعة بداية، أم نأخذ سؤال آخر من الإنترنت. السؤال هو إن فشل لبنان، فهل تتوقع مزيد من الهجرة إلى أوروبا من يان كولمان؟ بصراحة وبوضوح، الهجرة ليست بأمر جديد وحديث في لبنان، فهناك شتات لبناني مهم جدا حول العالم. لدينا الكثير من أصدقاء كثر، الكثير من الأصدقاء من أصول لبنانية في بلدي مثلا، والشتات واللبنانيون في الخارج هم خط أمان أساسي للبنانيين في هذه الأزمة. ولكن اليوم هناك زيادة في معدل الهجرة، وفي مجالات أخرى فهناك طلبات كثيرة للتأشيرات لدى السفارات في لبنان، وطلبات جوازات السفر قد ازدادت كثيرا. والأسوأ من ذلك أنني تحدثت مع أولاد وحتى أطفال في أنحاء مختلفة من البلد، في عكار وفي طرابلس، وهؤلاء الأولاد بعمر 10 و12 يتحدثون أيضا هم عن مغادرة البلد حتى. هذا مقلق جدا، لأن العنصر البشري هو من أصول هذا البلد، فتقليديا هذا البلد قد أعطى مهنيين ومحترفين، أطباء ومهندسين ومحامين في كل المجالات، وهؤلاء هم بالتحديد الذين يغادرون البلد. أنا تقلقني هجرة الأدمغة هذه، لأن رأس مال البلد يغادر، وهذا أهم بكثير حتى من احتياطي بالعملة الصعبة. شكرا سيد دودو شاتر. هل من أسئلة أخرى من القاعة هنا قبل أن أخذ سؤال آخر؟ لدينا سؤال عبر الإنترنت طرحته صاحبة التليغراف من قبل السيدة كامبل أو السيدة كامبل من. إذا قلت سيدي أنك رأيت أمورا تتوقع أن تراها في دولة متوسطة الدخل، ما كانت هذه ما مشاهد الفقر الأكثر ألما التي رأيتها سيدي؟ إذا أذكر المرأة التقيت بها في أسرة فقيرة جدا في حي فقير جدا من طرابلس، وقالت لي إن الوضع الذي أعيشه صعب لدرجة أني أتمنى لو كنت حيوانا. التقيت كثيرا أيضا بأشخاص يشعرون بأنهم تركوا لمصيرهم من قبل الحكومة، من قبل الدولة، والذين انهاروا، أشهجوا بكاء عندما طلبت منهم أن يصفوا الوضع الذي يعيشون فيه في دولة فقيرة جدا لا موارد لها، تعاني مثلا من غياب المؤسسات ومن دولة وهي دولة فاشلة. يمكن أن أتوقع أن أرى ذلك، ولكن في لبنان مع ثرائي وغنى هذا البلد، مع المستوى التربوي العالي، مع رمزية لبنان على طول السنين،
هذا غير مقبول وهذا غير مسبوق. بالنسبة إلي كان ذلك صادما جدا. شكرا سيد الشتر. طرح أن نأخذ 3 أو 4 أسئلة إضافية لنترك المجال للسيد الشتر ليرتاح قبل مقابلته. لدينا سؤال طرحه المركز اللبناني للدراسات السياسية، عفوا هذا الخلط لأن السؤال الأول طرحه مؤسسة أديان وليس المركز اللبناني. إذن السؤال الذي يطرحه المركز اللبناني للدراسات السياسية، هل درست تطبيق إطار 3R إلى جهود تعافي أوسع على المستوى الدولي؟ شكرا على هذا السؤال. إن إطار 3RF وهو إطار الإصلاح إعادة البناء والتعافي هو إطار مهم للعمل الحكومي، ويسعدني جدا أنني سمعت أو من رئيس الوزراء ميقاتي أنه يستمر في تطبيق هذا الإطار لأنه يربط المدى القصير بالمدى الطويل، وهذا مهم جدا وفقا للأسباب التي ذكرتها، لأن لا يمكننا أن نستمر في الاعتماد على الاستجابة الإنسانية. وأن إطار 3Fs أي الإصلاح إعادة البناء والتعافي هو إطار يحتوي على عدد مهم من الوعود، وهي ومنها إزالة نظام الكفالة، تعزيز مؤسسة حقوق الإنسان، ورفع الحد الأدنى للأجور. إذن أرحب بأن يكون هذا الإطار موجها للعمل الحكومي، وأرحب بالدور الذي أوكل للمنظمات غير الحكومية في مراقبة هذا الإطار، وألحظ أن الجهات المانحة تشير إلى هذا الإطار على أنه علامة جيدة من قبل الحكومة اللبنانية، ويعبر عن عن أمل استخدام أموال الأسرة الدولية لمصلحة الشعب اللبناني، وأن يتم ذلك بالتوافق مع أو بتماشي مع الإصلاحات. واسمحوا لي بأن أكون كامل الوضوح، أعرف بأن الحكومة تنتظر التزامات إضافية من قبل البنك الدولي ومن جهات مانحة أخرى من صندوق النقد الدولي وأيضا لدعم استجابة لبنان الطارئة بقيادة الأوتشا، ولكن ذلك لا يحل محل التنمية على المدى الطويل والإصلاحات التي سوف تسمح للبلاد بالوقوف على رجليها. إن الإطار هو بمثابة جسر بين التعافي إعادة البناء والمساعدة، وإن هذا الإطار طبعا صدر أولا عن النظام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ولكن نأمل بأن يتم استحواذ هذا الإطار وتطبيق هذا الإطار من قبل الحكومة اللبنانية وأن تعبر عن ممكنياتها لها. سمعت بأن أو تم إعلامي بأن الإعلان الرسمي قد وضع على الإنترنت، وأن أيضا إعلان نهاية البعثة موجود باللغة الإنجليزية والعربية على الإنترنت على موقع نفسه. لدينا السؤال من غارث براون من صحيفة الناشونال، هل برزت مسائل الفقر المرتبطة بالمناخ، خاصة مثلا عدم النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، وهل سوف تبرز هذه الأمور في التقرير الذي سوف تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان؟ شكرا لصحيفة الناشونال.
أنا طبعاً متأثر جداً بمسألة التدهور البيئي، لأنني أعرف وأنتم تعرفون بأن الأكثر فقراً هم من يتأثر أكثر من غيرهم بالمشاكل البيئية والتدهور البيئي. فالفقراء لا يختارون أين يقيمون، فهم يقيمون في الأماكن التي تقل فيها الإيجارات، وهذا في لبنان أنهم يعيشون في أماكن لا يتم فيها جمع نفايات بشكل صحيح، أو حيث تنتشر مثلا النفايات والمطامر غير الصحية. وكنت في برج حمود بشكل خاص، وهي من ضواحي بيروت، وقد صعقت من الرائحة التي كانت تصدر عن مطمر برج حمود. كذلك عندما كنت أنتقل في لبنان رأيت بأم العين مسألة عدم جمع النفايات وكيف تؤثر على الصحة. هذه المسائل سوف تبرز في التقرير البيئي، لأن التلوث الهوائي الناتج عن استخدام المولدات العاملة على الديزل، وكيف أيضا مسألة المطامر وتأثيرها على الصحة. هذا مثال عن الخدمات الحكومية غير الفعالة، وطبعا إن الأكثر فقرا هم من أولى ضحايا هذا النقص في الخدمات. سوف نأخذ سؤالين إضافيين عبر الإنترنت. أولا من المفكرة القانونية، سوف أطرحها عن القطاع. لم تذكر شيئا عن القطاع الصحي الذي ينهار، والجهات الضامنة لم تعد قادرة على تغطية المواطنين، والدعم رفع عن عدد كبير من الأدوية. هل هناك أي توصيات في هذا الصدد؟ وهل التقيت مع وزارة الصحة؟ So it is correct that صحيح لم يتسنى لي في هذا الإعلان الختامي أن أذكر مسألة الصحة، لكن التقيت بالدكتور فراس أبيض وهو وزير الصحة، وأعرف أنه رجل محترم جدا، خاصة بعد عمله على مكافحة وباء كورونا في سنة الفائتة، وكان الاجتماع فعالا ومنتجا جدا. تحدثنا عن النفاذ إلى الأدوية، فإن الأدوية والدواء هي ومن الأمور التي يستوردها لبنان كما يستورد الفيول، وبسبب رفع الدعم التدريجي أصبحت بعض الأدوية غير متوفرة في الكثير من المنازل والأسر اللبنانية. وتحدثنا أن هذه المسألة هي تحدي فعلي وأساسي تواجهه الحكومة، وسوف أخصص فقرة كاملة لهذه المسألة في تقرير نهائي، ولكن لسوء الحظ لم يتسنى لي، لم أكن لدي الوقت الكافي لأذكر هذا الموضوع في هذا التقرير النهائي الحالي، ولكن شكرا على هذا السؤال. شكرا سيد الشاتر. إن الوقت ينفذ، لدينا سؤال من الوكالة الإسبانية للأنباء، أنيا ماريا غوازيان. هل تعتقد أن السياسيين الذين يقومون باللوم على اللاجئين السوريين ويستردون المزيد من المساعدات سوف يتمكنون من الإفاء بالوعود الذي قدموها إليك سيد دوشتر؟ أقول إن شاء الله، آمل بأن يفوا بالوعود وأن لا تبقى هذه الوعود حبرا على ورق، وأن يتم تطبيق الإصلاحات. إن زيارتي هي فرصة حقيقية لإعطاء أو لتوجيه إنذار للحكومة، وهي بمثابة جرس إنذار، وأعتقد بأن الإصلاحات قد حان وقتها، وبعد حكومة تصريف عمار استمرت لـ 13 شهراً لابد أن نقدم الآن إصلاحات للشعب اللبناني، وهي إصلاحات ضرورية. وهنا أكرر
أن لوم مشاكل لبنان على اللاجئين السوريين أو طلب الدعم من الأسرة الدولية لا يمكن أن يحل محل إصلاحات أساسية تحتاجها البلاد. وأقول بأن الأسرة الدولية والجهات المانحة لابد أن ترى بأن هذه الإصلاحات بدأ تطبيقها فعليا. أسئلة إضافية من عمر تامو وهو من فوربس ميدل إيست. إن المسؤولين يعدون بالكثير من الإصلاحات ولكن اللبنانيون لا يثقون بهذه الوعود. ما هي الضمانات التي أعطوها لتحويل هذه الوعود إلى إجراءات فعلية؟ أعتقد أن الحكومة تدريجياً تعي تصبح أكثر وعياً للحقيقة المنتشرة في البلاد وأن المحاورين في الحكومة اللبنانية بدأوا يفهمون ما هي توقعات اللبنانيين من الحكومة. لا زلنا ننتظر تطبيق الإصلاحات، لا زلنا نأمل بتنفيذ الوعود، ولكن الآن الوقت قد حان الآن. فإذا لم يحصل أي شيء بعد 3 أو 7 أشهر سوف يصبح من شبه المستحيل للمحافظة على ثقة اللبنانيين أو التعويض عن خسارة الموارد البشرية التي تحصل الآن مع تسرب من المدارس ومغادرة العقول من لبنان للهرب من الأزمة، ولن نتمكن من استعادة الثقة في قدرة السلطات المحلية في مساعدة الشعب. هنا أشكركم كلكم على هذه الأسئلة، ولكن هذه الأسئلة لا يجب أن تطرح عليكم أن تطرحوها بدلا مني على الحكومة. شكرا. غنوة أجبنا عن سؤالك. تعمل هي مع مؤسسة للصحة وهي تحدثت عن مسألة الصحة والقطاع الصحي. إذا ننتقل إلى السؤال الأخير للشبكة العربية للتنمية. قلت بأنكم تحدثتم عن خصصة قطاع الكهرباء، تعتقدون أن هذا هو حل لهذا القطاع أو أن ذلك سوف يزيد من تعرفة الكهرباء مما سيؤثر سلبا على المواطنين اللبنانيين؟ أعتقد أن الخصخصة هي خطيرة، وسلفي سيد أولستن قدم تقريرا كاملا حول مخاطر الخصخصة، فإن الشركات الخاصة تسعى إلى تعزيز أرباحها بدلا على رفاه المواطنين. لذلك لابد من توخي الحذر في الخصخصة كذلك، فإن بيع أصول الدولة هو حل لمرة واحدة قد يعطي بعض الموارد على المدى القصير ولكن لا يمكن أن يكون حلا على المدى الطويل. إن خصخصة كهرباء لبنان بدأ فعليا، ووزير وليد فياض الذي يراقب الخطوات التالية فسر لي كيف يسعى أو كيف ينوي إلى التأكد من عدم تأثير الخصخصة أو الإصلاحات التي بدأ تطبيقها على الفقراء، ما إذا كان زيادة التعرفة أو الخصخصة، لأن اليوم يدفع الأشخاص تقريبا ثمنا زهيدا جدا 5 أو 6 سنت للكيلووات لكهرباء لبنان، في حين أن الكلفة الفعلية للكهربائي أعلى بكثير. وجوابه كان بأنه في المستقبل سوف يتم زيادة التعرفة، لذلك سوف يدفع من
يستخدم الكهرباء بشكل أقل كلفة أقل من من يستخدم الكهرباء بشكل كبير، ولكن لم أرى أن الجواب كان مقنعاً كثيراً، لأن رفع التعرفة الكهربائية سوف تؤثر على الفقراء بغياب ما يسمى بالتعرفة الاجتماعية، والتعرفة الاجتماعية تعني بأنه من يحدد على أنه من الفقراء من قبل برامج الفقر الانتيبيتي أو الإمرجنسي سيفتي سوشيال نت، لابد أن يدفعوا سعراً أقل على الكيلووات وليس على استخدامهم النهائي. نعرف نحن ندرك بأن الكثير من المواطنين يدفعون أموال هائلة للمولدات، ولكن الفقراء لا يدفعون المولدات لأنهم لا يستخدمونها، يستخدمونها إلا ساعتين من الكهرباء تؤمنها كهرباء لبنان، ولذلك فإنهم يعتمدون على كهرباء شركة لبنان، والخطر فعلي. وأنا أشكر الشبكة العربية للتنمية على هذا السؤال. شكراً سيد دوشتر، ننتهي عند هذا الحد. شكراً لحضوركم هذا اللقاء، أو من منكم لديه لقاء مع سيد دوشتر يمكنكم أن تلتقوا به في الطابق السادس من هذا الفندق، وشكراً. So sorry, it's the minus two floor, not it's nine, مش السادس, sorry. So minus business two. Lounge. Yeah, a business lounge. Ils ont changé la salle. Non, c'était très très utile. Ça va, j'ai ça. Il y a beaucoup d'énergie. Yes.